بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بكم اعزائي المشاهدين في حلقه جديده. الحقيقه انا جات لي اسئله كتير على الصفحه، كله بيسالني ايه اخبار العلاجات الجديده بتاعه فيروس بي اللي بتقضي على الفيروس بشكل نهائي، ويا ترى دي هتطلع امتى. الحقيقه السؤال ده اتكرر كتير، عشان كده انا قررت اعمل لكم عليه حلقه احكي لكم على ايه قصه العلاجات ديت، وهي وصلت لفين، وامتى اول علاجات منها تظهر في السوق. انتظروني ولكن بعد الفاصل، واتمنى اثناء الفاصل ده اللي ما اشتركش في القناة يعمل يفعل الاشتراك، يعمل سبسكرايب ويفعل زر الجرس عشان يوصله كل جديد. مبدئيا كده، ايه هو الفيروس؟ الفيروس ده عبارة عن بروتين، البروتين ده بره الجسم بيبقى ميت، اول ما يخش جوه الخلية بتاعت الانسان بيتكاثر وينشط بالبلايين من الفيروسات. طيب البروتين ده اللي هو ميت بره الجسم وحي جوه الخلية، ينطبق عليه الآية القرآنية: يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي. والفيروس ده فعلا يخرج الحي من الميت، هو ميت بره الجسم لكن حي جوه الجسم. الفيروس ده لما اجيبه كده واحطه تحت الميكروسكوب شكله عامل ازاي؟ تخيل واحد ليه جسم، الجسم ده عباره عن الحمض النووي بتاع الفيروس اللي فيه الصفات الوراثيه، ومتغلف بغلاف، لابس قميص وعباره عن زي ما احنا قلنا حمض نووي، ومتغلف بغلاف من البروتين، وبره الغلاف ده لابس جاكيت، يعني فيه غلاف تاني برضو بروتين ايه بره الغلاف الايه الداخلي. فاذا هو عبارة عن واحد هو الحمض النووي بتاع الفيروس ولابس قميص، والقميص ده لابس عليه جاكيت، يعني لابس اتنين ايه غلافين، قميص وجاكيت. اللي بيحصل ايه؟ لما بيجي الفيروس ده بيخش الخلية يسيب الجاكيت على باب الخلية، يبتدي يخش جوه وعايز يوصل لفين؟ عايز يوصل للنواة. على باب النواة يبتدي يسيب القميص ويخش هو بنفسه بقى ايه كحمض نووي. ايه الفرق بقى بين فيروس سي وفيروس بي؟ ليه ادوية فيروس سي ظهرت بسرعة متأخرتش، وفيروس بي لسه ادويته متأخرة؟ ده الحقيقة يرجع ان الحمض النووي بتاع فيروس بي مختلف عن الحمض النووي بتاع فيروس سي. الحمض النووي بتاع فيروس بي هو مشابه للحمض النووي بتاع الانسان، دي ان ايه زي الحمض النووي بتاع الانسان، فعشان كده بيندمج مع الحمض النووي بتاع الخلية بني ادم ويبقوا الاثنين حاجه واحده، فاصبح في مخزن للفيروس موجود من الصعب القضاء عليه. على عكس فيروس سي اللي هو عباره عن الحمض النووي بتاعه مختلف، اسمه ار ان ايه، مختلف عن الحمض النووي بتاع الخليه، فبالتالي ما بيندمجش معاها، بالتالي كان سهل القضاء عليه. طيب دي حاجه. الحاجه الثانيه لازم تعرفوا ان الدواء ما بيطلعش من يوم وليله، هو بيمر بمراحل من الاختبارات، سواء اختبارات على الحيوانات، بعد كده اختبارات على الانسان على اعداد قليله عشان اطمن ان الدواء ده ليه فاعليه وملوش اعراض جانبيه، وبعد كده يبتدي يخش في دراسات اكبر واكبر لغايه ما يظهر للنور. فعشان كده ظهور الدواء ما بيتمش من يوم وليله. طيب الادويه اللي موجوده دلوقتي بتاعت فيروس بي دي اللي احنا شغالين بيها دلوقتي، هما نوعين: في الانترفيرون، هو بيشتغل عن طريق ان هو بينشط المناعه بتاعت البني ادم ضد الفيروس، لكن الانترفيرون للاسف الشديد نتائجه مش كويسه وليه اعراض جانبيه كتير. النوعيه الثانيه اللي هي الادويه الاقراص، اللي هي ناس كتير قوي بتستعملها، ودي ما بستعملهاش الا في حاله الفيروس بي النشط، زي ما انا اتكلمت في فيديوهات سابقه ممكن تراجعوها على القناه، اتكلمنا على الادويه دي بالتفصيل. طيب الادويه دي بتعمل ايه؟ تشتغل على انزيم معين جوه الفيروس بتمنع تقاصره او بتقلل تقاصره بنسبه كبيره. لكن في مشكله في الادويه دي، ان لو وقفت الدواء ده بيرجع الفيروس ينشط تاني. كويس قوي. طيب الادويه الجديده بقى بتشتغل ازاي؟ عندي كذا مجموعه. اول مجموعه بتشتغل على انها تمنع الاول الفيروس ان هو يخش جوه الخليه، دي اول مرحله. تاني مرحله انها بتوقف تكاثر الفيروس لكن بطريقه مختلفه عن موضوع قصه الايه الانزيم ده. ثالث مجموعة بتمنع تكوين الغلاف البروتين اللي هو القميص اللي حوالين الحمض النووي،
يبقى كده ايه اشتغلنا بثلاث طرق. رابع طريقه انها بتزود المناعه بطريقه تانية غير الانترفيرون من غير ما تضر بالجسم ومن غير اعراض جانبيه. هم دول الاربع فئات من الادويه اللي احنا منتظرين انها تنزل. طيب اخر سؤال بقى، هتنزل امتى؟ اقرب دواء ان شاء الله هينزل وهو الدواء اللي هو بيشتغل عن طريق تنشيط المناعه ضد الفيروس. الدواء ده ابتدى يوصل لمراحل متقدمه جدا، وغالبا الدواء ده مش هيبقى لوحده، هيبقى يستعمل مع الادويه اللي احنا بنستعملها دلوقتي الاثنين مع بعض في كبسوله واحده. هيبقى الكبسوله الواحده دي هيبقى فيها اللي هو تينوفوفير اللي هو دواء احنا بنستعمله دلوقتي مع الدواء الجديد اللي انا بقول لكم عليه ده. طبعا اسمه طبعا لسه ما يعني ما اتقالش لسه ما يعني الشركه ما سمتوش، لكن هو قريب قوي هينزل، هو في المراحل النهائيه، يعني نقدر نستنى الدواء ده ان شاء الله في نهايه 2020 او في بدايه 2021. الدواء ده في التجارب المبدئيه بتاعته عمل نتائج كويسه جدا، وهم متوقعين ان الدواء ده لما يستعمل لمده 6 شهور او سنه هيجيب نتائج كويسه ويقدر يشفي عدد كبير من المرضى. خدوا بالكم ده اول الغيث، واول الغيث يبدا بقطره، واحنا مش متوقعين ان اول دواء ده هيبقى هو الواو اللي هي يعني هيعدي 100%، لكن من اول 2020 لغايه 2025 هيطلع تقريبا مش اقل من 20 دواء جديد لفيروس بي يقضي عليه بشكل كامل ان شاء الله. اتمنى الفيديو ده يكون عجبكم، وما تنسوش تتفرجوا على بقيه الفيديوهات اللي موجوده، فيديوهات قيمه جدا، وانا هحط لكم في اول كومنت الفيديوهات القديمه اللي اتكلمنا فيها عن فيروس بي عشان اللي ما عندوش فكره عن قواعد العلاج بتاع الفيروس بي يقدر يشوفها. يلا اشوفكم في حلقه قادمه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.